أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا صباح اليوم بأخيه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اطمأن سموه من خلاله على دولة الكويت وشعبها الشقيق بعد أمطار الخير والبركة التي تعرضت لها الدولة الشقيقة والتي نتج عنها بعض السيول والأضرار في بعض المناطق. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود حكومة الكويت برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وكافة أجهزتها ومؤسساتها في التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه الأمطار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، سائلا سموه الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ جابر المبارك الصباح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعره الصادقة التي تعكس عمق روابط علاقات الأخوة والمحبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، داعيا الله أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها وشعبها وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.